منذ انتخابها في مايو الماضي، ظلت الأوضاع الأمنية هاجس حكومة نواز شريف، حكومة فضلت خيار التفاوض مع حركة طالبان باكستان وإعداد سياسة أمنية قومية بميزانية تتجاوز 500 مليون دولار. وقدمت الحكومة نص القانون الذي ينقسم إلى ثلاث محاور تضم الحوار والدعم الاستراتيجي والعملية الأمنية التي فضلت عدم الكشف عن طبيعتها. ورغم مصادقة العديد من قوى التحالف وأحزاب المعارضة على مشروع القانون، فقد تحفظت أحزاب دينية عن مضامينه وأعلنت رفضها أي عملية عسكرية. لقد تم التباحث مع زعماء الأحزاب السياسية حول مختلف الجوانب المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وأعتقد أن الجميع متفق على ضرورة وضع حلول ملموسة للوضع الأمني والتحرك لمعالجة قضايا حيوية أخرى تهم الباكستانيين مثل الفقر والطاقة. لا يحمل القانون الذي سيصوت عليه البرلمان أي جديد يذكر بالنسبة إلينا، ونحن ضد أي عملية عسكرية قد تنسف الحوار مع طالبان باكستان. يتخوف الباكستانيون من انفلات الوضع الأمني شمال غرب البلاد، خاصة بعد مقتل العشرات من عناصر حرس الحدود، مما دفع الجيش إلى شن هجمات استهدفت مخابئ جماعات مسلحة في المناطق الحدودية. تتضمن السياسة الجديدة للأمن القومي محاور مهمة تتعلق بنظام تبادل المعلومات الأمنية بين الحكومة ووكالات الاستخبارات، وتقترح وضع خلية تنسيق لكافة المهمات الأمنية، وهو ما يوضح أن الحكومة تسعى للتصدي لتحديات الإرهاب، لكن علينا أن نتريث وننتظر هل ستنجح أم لا. وبينما دعت الحكومة مقاتلي طالبان باكستان إلى وقف إطلاق النار دون شرط، تبنت الحركة هجمات مسلحة للرد على الغارات الجوية التي يشنها الجيش على الحدود مع أفغانستان. تفضل الحكومة الباكستانية مواصلة المفاوضات مع حركة طالبان باكستان واستبعاد اللجوء إلى الخيار المسلح في الوقت الراهن، رغم مخاوف البعض من احتمال قرب شن عملية أمنية ستستهدف معاقل الجماعة المتمردة في منطقة القبائل. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.